هذه الروايات لما تعرض على ذوي المروءه يستحون او يغضبون حقيقه خصوصا ذو المروءه من العرب القبائل العربيه الشريفه المعروفه ما تقبل هذا الكلام حقيقه اعرض هذا الكلام على قبائل العرب الاصيله التي عندها تلك ال النخوة أو تلك المروءة العربية المعروفة ما تقبل هذا الكلام ما تقبل على أي رجل أصلا أنه امرأته هكذا تحدث عنه ما يقبلون فإذا علموا أنه عن النبي صلى الله عليه وآله يغضبون يمكن يصير بالقضية دماء حقيقة فما أدري ما الذي جرى على قبائل العرب الأصيلة إذ لم تنتبه لهذه الأحاديث من عائشة أين هي فزعتكم لنبيكم صلى الله عليه وآله أنا أنقل لكم صورة تاريخية حتى ترون أنه هذا الكلام ما كان يمر مرور الكرام عند بعض القبائل الشريفة المعروفة مثل قبيلة النخع لاحظوا هذه الرواية في سنن النسائي برقم ثلاثة آلاف وخمسة عشر بسنده عن إبراهيم عن علقمة علقمة هذا تدرون منه؟ هذا عم الأسود ابن يزيد شوف هم كلهم مجموعة هتلية هالشكل هذا علقمة والأسود ابن يزيد وابن عبد الرحمن مجموعة هالشكل يعني عرفت شلون؟ اي علقمة هذا ماذا يقول؟ شوف لاحظ قال في سنن النسائي خرج نفر من النخع من قبيله النخع الشريفه المعروفه فيهم رجل يدعى شريحا هذا شريح بن ارطه فحدث حدث في وسطهم في وسط هذه القبيله ان عائشه قالت كان رسول الله يباشر وهو صائم شوف شوف ما قالها ما توسع ما قال يقبلني يمص لساني لا لا بس قال يباشر وهو صائم زين شوف ردة فعل رجال هذه القبيلة يقول فقال رجل لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس استحي شو أنت تتكلم هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله تنقله عن عائشة وهالشكل تسيء إلى نبينا صلى الله عليه وآله هذا هتك لكرامة نبينا صلى الله عليه وآله شنو هذا الحكي؟ قال لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس فذاك الرجل كان يقول هكذا يا معشر النخاع ينادي أفراد القبيلة قولوا لصاحبكم فليكف قوسه عني حتى نأتي يا أم المؤمنين هذول في سفر رايحين الى المدينه يقول خلاص انتم ما تصدقوني نروح الى ام المؤمنين هذه ونسالها امامكم انا ما دا اكذب فلما اتينا وصلوا الان لعائشه ودخلوا عدها كل هؤلاء الرجال قالوا لعلقمه اللي هو عم الاسود بن يزيد سلها اسالها يعني فقال: لا أرفث عندها اليوم. يعني حتى هذا علقمه قال: أنا لا ما مستعد أقول هذا الرفث. شنو يعني رفث؟ كل ما يستقبح ذكره، كل ما يتفحش من القول. وأصله من الجماع. ليش الله تعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الشيء الذي لا الذي يستقبح ذكره مما يتصل بالجماع وما يجري على الفراش يقال له رفث فإذا قال امرئ قولا يتصل بهذا قيل انه قد رفث هذا من الرفث صار واضح ارجعوا الى معاجم اللغه تفهمون ذلك فشوف تعبير الرجل علقمه مع انه هذا هو بحد ذاته مع ذلك استحيا ما تحمل ان يقول أني انه انا انقل هذا الكلام لعائشه قال قالوا له سلها فقال لا ارفث عندها اليوم يعني هذا الكلام الذي قالته عائشه في ميزان العرب في ميزان نظره قبائل العرب الشريفه الاصيله مثل قبيله النخاع هذا رفث كانوا يستحون من ذكره رفث وكان يوجب غضبهم بحيث أن رجلا هدد آخر قال ترى أرميك بالقوس أنا الآن تقول هذا الكلام فكيف لا يستقبحون هذه الأحاديث من عائشة شوف لاحظ هذا الرجل ما تحمل علقمة قال لا أرفث عندها اليوم ولكن عائشة سمعته سمعت أنه بينهم همهمة وكذا وهذا يقول لا لا أرفث عندها اليوم فاستخبرت قالت يعني شنو الموضوع ايش بينكم أنتم قال لا أرفث عندها اليوم فسمعته سمعته عائشة قالت وما ذاك شكو صاير فقلت أذكرتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يباشرك وهو صائم قالت نعم ولكنه كان املككم لاربه. اي ما تستحي، شوف الرجل كان يستحي يقول لا لا ارفث وهي لا تستحي من ان ترفث. تتكلم امام الرجال بهذا الكلام. الان يا ليت شويه هذه الامه تغضب لنبيها. صلى الله عليه واله، حقيقه يعني ما يستحق منا هذا النبي ان نقف ضد المراه الخائنه الخبيثه هذه التي شوهت سمعته هكذا شوهت صورته هكذا، اصلا تعال انا اقول لك هذول الان المستشرقين وال... الذين الان النصارى واليهود وغيرهم والملحدين ومن اشبه الذين يسيئون الى نبينا صلى الله عليه واله في وسائل اعلامهم، ماذا يستغلون؟ احاديث عائشه. على ماذا يستندون؟ انت روح شوف شنو يقولون؟ دائما احاديث عائشه عندهم. يقول لك شوف هاي هاي صفات نبيكم. رجل مهووس جنسي. هكذا كان. عرفت شلون؟ زين التي قدمت لهم هذا كنز هذا انجاز التعبير من الاكاذيب حتى يهاجموا به نبينا صلى الله عليه واله، الا تستحق هذه المراه ادانه منا؟ الا تستحق منا ان نعاديها النظره الى الله تبارك وتعالى منها؟ الناس تاخذهم الغيره على رجالهم ويتناسون رسول الله صلى الله عليه واله، حقيقه الان الان انت جرب هذا الامر سواء عند المخالفين أو عندنا أنه تعال لجماعة من المخالفين مهووسة بشخصية معينة ولتكن الجماعة التي تطلق على نفسها الإخوان المسلمين تعال وقول زوجة حسن البنا اللي أسس الإخوان المسلمين وهو معبود الإخوان المسلمين مو الشكل زوجة حسن البنا ترى تقول حسن البنا كان يباشرني يمص لساني وهو صائم وكان أملككم لإربه شوف شلون يعادون هاي المرة مثل ما عادوا أخاه جمال البنة هذا عادوه عرفت شلون شيء طبيعي تعال الآن بالجماعة التي مفتونة مثلا بالخميني روح أيضا قول أنه زوجة الخميني فرضان تقول هذا الكلام عن الخميني يعادونها ما يتحملون هذا الكلام اما بالنسبه الى نبينا صلى الله عليه واله فيقولون لا لازم نحترمها نحترم عائشه المقاييس مختله ايها الاخوه المقاييس مختله ويا ليت عائشه توقفت عند هذا الحد يا ريت توقفت عند قضيه يقبل وجهي وهو صائم ينال مني وما ادري يمص لساني يا ريت توغلت الى اكثر من ذلك قبحا اكثر من ذلك ومره اخرى نستغفر الله تعالى ونعتذر من مقام النبي الاعظم صلى الله عليه واله على نقل هذا الكفر بس مضطرين